دلوقتي يا جماعة دي محطة المترو، محطة مترو أكسراية اهو. ودلوقتي احنا هنروح للبناء. بجد ما شاء الله ربنا كرمنا بفرصة كبيرة جدا، بناء كامل للبيع. دلوقتي احنا رايحين نشوف البناء دلوقتي. هنا يا جماعة للاستثمار فرصة كبيرة جدا. جميع المطاعم هنا، المطاعم هنا ما شاء الله، مطاعم وبنوك وكل حاجة والفنادق. شايفين حتى كويت ترك، بنك كويت ترك، بنوك كتير هنا بالطرف ده. شايفين المطاعم بالطرف بالطرف. وده بنك كمان اهو. شايفين البنوك يا جماعة؟ مطاعم زي ما احنا شايفين في كل مكان. هنشوف قد ايه ما شاء الله البناء قد ايه قربه من المترو وقد ايه موقعه الجميل. شايفين المقاهي هنا؟ وجنب البناء يا جماعة بسم الله ما شاء الله المسجد اهو. احنا وصلنا دلوقتي، هنخش من الجاي ده المسجد يا جماعة، ده المسجد. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله المأذنة. احنا وصلنا هنا سويلة بليرسن. اهو يا جماعة البناء سن قال لطفا بنيم يوم ده قال ده يا جماعة البناية ما شاء الله. مية وتمنتاشر متر. شايفين يا جماعة؟ زي ما احنا شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله الصالة واسعة. دلوقتي يا جماعة يلا نشوف الغرفة الأولى. وطبعا هي بص على الجامع، لو فتحت لكم هنا هتلاقيها بص على الجامع، على الشارع اللي احنا جايين منه. ما عارفين ما مكتوب ايه؟ جان مؤنم بالعربية يعني ايه؟ ام الحبيبة. في حمامين. اول حاجة ديت ايه؟ غرفة صغيرة هو عملها، غرفة صغيرة وطبعا فيها الدفاية زي ما احنا شايفين اهي، غرفة صغيرة. الحمام يا جماعة اهو، ده الحمام.
الحمام التاني البانيو يعني اللي هو الدش والكلام ده، شايفين الوسع بتاعه. تقدروا تغيروا فيه تظبطوا فيه زي ما انتوا عايزين. دلوقتي الغرفة التالتة أو الغرفة التانية الكبيرة، عشان هما غرفتين كبار وواحدة صغيرة اللي وريتها لكم، شايفين يا جماعة؟ طبعا انتوا عايزين تعرفوا هو بص على ايه؟ هنخش دلوقتي في بلكونة المطبخ وأوريكوا بص على ايه، عشان هي نفس الوجهة. برده بطرف 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 لطفا. دلوقتي يا جماعة المطبخ، طبعا كل شيء موجود. دلوقتي البلكونة، وهنا زي ما احنا شايفين السخان، طبعا في حديد. شوفوا بقى ديت اللي هو تعتبر زي حديقة كده، بس هو عاملها بالسيراميك. دي تبع للبناء كاملا، البناء عبارة عن 4 أدوار 4 أشواق. أوريكم بس المنظر. زي ما احنا شايفين يا جماعة، هو كان قال لي هنا في غرفة راح فتحها على بعض فكبر الصالة ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول، والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم. وطلعنا البارحة على الطابو، خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكه المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريكه المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون انتم يعني نحن غرباء في هذا البلد، والجماعه وقفونا صيتا ما حسينا بغربه، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكه التركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكك التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطابو. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني
شفت الطاقه باسمي يعني كلمه شكرا لا تفي حقك يا اخوي علي. اعطيتك وكاله وحطيتوا الطابو باسمي وانا مش موجود عندكم. والله ما شفت يا اخ علي الا الصدق والامانه يعلم الله. ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد، يعني انا ضروري جميع اقاربي واصحابي اعطيهم خبر عنك يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. علي جمال وشريك التركي ناس موثوق بهم جدا جدا وإلهم كل الشكر. وأنا بنصح كل واحد حاب يشتري شقة في تركيا أن يتصل بالأخ علي جمال وشريك التركي من خلال اليوتيوب ويختار شيء وهم حيوقفوا له مثل ما يقولون بالعراق سيف ودرع. ولهم كل الشكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اخوكم ابو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون اخ علي جمال اشترينا شقه في سلطان ايوب والحمد لله كان سعر مناسب من افضل الاسعار. والاخ علي ما شاء الله عليه يعني بامانته وصدقه في الامانه صراحه. الحمد لله اللي شفناه لمسه منه كل خير صراحه، افضل من الناس. انا انصحكم صراحه بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي انا ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله لكل المتابعين، واتمنى لكم كل الخير. والف شكر للاخ علي صراحه وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحه وكانوا قمه التعاون وقمه الامانه والصدق في التعامل. يعطيكم الف عافيه ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر استاذ علي جمال اللي قال لنا شقه بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه. وننصح الناس كلهم ان يتعاملون وياه لانه انسان صادق وامين. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما اعرف كل شيء وما اندل كل شيء من واحد لواحد. ابو تاكسيات واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلا فندق وانشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري. جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه وما قصر ويانا وشال وياي الجناطاني وعائلتي اربع نفرات. زين لما علي جمال انا كان تهت بتركيا المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود. اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخلي الكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. معك خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل الناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي فيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، فالحقيقة يعني أنا أنصح بالتعامل معه لأنه يبحث عن الجودة والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا. وأسأل الله أن يبارك فيه وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو في الفرن برضه أسعاره جيدة. والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي جمال من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد
كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائحي حد يجي إلى تركيا، تحديداً إلى إسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي الجمال برأيي الشخصي الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة اللي جات على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من اجيت من المطار، انطاني موعد ب 8 الصبح ولقيته ب 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد، لقيته منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب، أوجد لي شقة لمدة شهرين تقريبا. واكو خدمات ما بعد الايجار والشقق اللي هو يسال بين فتره واخرى عليك، شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح، يحاول يتواصل ويا ابو الملك باعتباره هو يحكي لغه تركيه ولغه انجليزيه واللغه العربيه. انصح بكل من يشاهدني بانه يتعامل مع الاستاذ علي جمال، لانه انسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالاسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم علاء السلموني. انا اول مره لي هنا في اسطنبول مع الاخ علي جمال في اسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصيه معاه ما شاء الله ومعاملته بسم الله ما شاء الله عليه، يعني اخ عزيز برغم ان اول مره اتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كانه بيتعامل مع اخ ليه. وكان لي الفضل بعد ربنا في انه ساعدنا في موضوع الاقامه، دلني على مكتب كويس باسعار مناسبه جدا، ودلني على مكان زراعه الشعر. تاني يوم ما وصلت مباشره كنت خلصت العمليه، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العمليه يوم 13، والحمد لله الاثر باين، واثر ان شاء الله دايما معانا في كل حاجه، وجزا الله كل خير والله على عمله. السلام عليكم. أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام، وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقبالي أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب إنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس، سعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول، فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار، الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جدا ومع الشريك التركي
اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوقع على الله، بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوة بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح، لانها امانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينك وبين المالك؟ احنا، فدي امانة كبيرة جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعة. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة منكم ليه. كويس، بناخد النسبة المعروفة عليها هنا في تركيا العادلة. كويس، دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش، علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا، مع السلامة.